Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire l'exercice 20, page 90, le manuel Maximat, deuxième année collège. L'exercice 20, la figure, il y a dit non. ABC, c'est un triangle. Non, AC égale 6,2 cm. BC, 5,4 cm. Première question. Montrer que les droites GK et BC sont parallèles. غنبرهنو ان المستقيمين GK et BC sont parallèles. دائما كنشوفوا الشكل بالنسبه لهاد لي كوداج اللي كيكونوا عندنا راهم تيعنيو ان الميم كوداج كتعني ميم ديستانس. يعني ملي كتلقاو هاد الرمز نفسه كاين هنا كيعني ان هاد القطعه راه كتساوي هاد القطعه. يعني هنا نفس الرمز كتعني ان هاد القطعه كتساوي هاد القطعه. هنا كذلك نفس الرمز كتعني ان هاد القطعه كتساوي هاد القطعه. دائما هاد الكوداج اللي كيكون عندكم في الرسم راه كيعني خصكم تنتبهوا ليه. وتنتوما تعودوا ملي تكون كترسموا مثلا واحد الشكل وقال لكم واحد المنتصف ولا دائما تعلموا ديروا داك لي كوداج. هادوك راهم عندهم واحد المغزى. بون هنا باش غنبرهنوا عندنا دائما تنخدموا في التريونغل. عندنا واحد القاعده في الكتاب تقول لكم دون ان تريونغ سي اون دووات باس بار لي ميليو دو دو كوتي الوغ اي لي باراليل او ثوازيام كوتي. يعني المثلث شحال فيه من لي كوتي؟ فيه 3. الا عندنا واحد لا دووات كتربط لينا بلي دو ميليو ديال دو كوتي بقى لينا الكوتي الثالث غيكون 100% غيكون باراليل بار هذاك دووات اللي كنسميوه دووات دي ميليو. يعني كيربط لينا بالمنتصفات. اي مستقيم يمر من منتصفي ضلعي مثلث فهو يوازي الضلع الثالث. هذه هي القاعده اللي عندكم في الدفتر وهذه القاعده هي اللي غنخدموا بها في هذا السؤال. يعني دائما قلنا بعدا المستقيم هو الجيكا وبسي. يعني غنقلبوا على المنتصفات باش نبينوا انهم توازيين. اذا هذا جي منتصف وكم منتصف. جي منتصف ديال اسي راه قلنا دابخي لو كوداج كذلك كمنتصف ديال ابي. والمستقيم كيربط لينا بالجيكا بهاد الضلع هذا وبهاد الضلع هذا اوتوماتيكمون غيكون باراليل ثوازيام كوتي. يعني داك الساعه تنقولوا ان الجيكا باراليل او بي سي. يعني هذا هو السؤال اللي عندنا في ليكزيرسيس ان. اذا نقولوا بروميير كيسيون ا قلنا دائما كنقولوا المثلث اللي كنخدموا فيه دون لو تريونغل ا بي سي. هاد لو تريونغل اون ا جي لو ميليو دو ا سي. هادي جي لو ميليو دو ا سي. K le milieu de AB. هاد لي ميليو نستنتجناهم قلنا من لي كوداج اللي عندنا في الرسم. واخا هما ما قالوناش صراحه ان هاد راهم دي ميليو ولكن من الرسم غنستنتجوا ان جي وكا سون دي ميليو في لي كوتي ديال المثلث. اذا شنقولوا دونك جي كا باراليل ا بي سي. هذا بروميير كيسيون. دوزيام كيسيون بون دوزيام كيسيون في بروميير كيسيون بي كالكولي لا لونغور جي كا. دابا نحسبوا هاد جي كا شنو كتساوي. دوزيامون عندنا كذلك واحد القاعده كتقول لنا في نصف عندكم في الدرس القطعه اللي كتربط لنا منتصفي المثلث فهي كتساوي لنا النصف ديال القطعه اللي مقابله معها اولا اللي موازيه ليها. هاد القطعه هادي العبار ديالها هو النصف ديال ثوازيام كوتي.
يعني عندكم القاعده كتقول دون زان تريانغل لا لونغور دو سيغمون كي جوان لي ميليو دي دو كوتي، يعني القطع التي تربط منتصفي ضلعي مثلث ايغال على مواتي دو لا لونغور دو تخوازيام كوتي، يعني كتساوي النصف ديال القطعه الضلع الثالث. وحنا عندنا الضلع الثالث بي سي كيساوي لنا 5.4. اذا دائما غنقولوا جي اي ك 100 دي ميليو دو ا سي اي ا بي. دونك جي ك ايغال ان دومي بي سي. جي ك ايغال بي سي كتساوي لينا 5.4 سور 2 ايغال 2.7 سنتيمتر. اذا جي ك كتساوي لنا 2.7 سنتيمتر. هذا ب première question. Deuxième question A. Montrer que les droites IL et AC sont parallèles. IL et AC. IL et AC sont parallèles. نفس الشيء ثاني، غنشوفوا المنتصفات ديال المثلث، القطعة اللي كتربط بيناتهم، وحنا غاديين، شكون هو المثلث اللي غنخدمو فيه دابا؟ هو سي بي جي، هاد المثلث هذا، هذا هو المثلث اللي غنخدمو فيه، عندنا إي لو ميليو دو بي سي، إل لو ميليو دو بي جي، إذن إي إل أو جي سي سون باراليل. اي ال اي جي سي سون باراليل. هما شنو طلبوا لنا؟ اي ال و ا سي، وعندنا جي ابارتيان ا سي، دونك اي ال باراليل ا سي. هذا هو البرهان اللي كاين. اذا دوزيام كيستيون ا، قلنا التريانغل نخدمو فيه دون لو تريانغل جي بي سي. نفس الشيء دائما قلنا عندنا اي لو ميليو دو بي سي، ال لو ميليو PG. هاد لي ميليو قلنا كنستنتجوهم دائما دابخي لو كوداج، من الرسم غيبان لينا لو ميليو لو كوداج. اذا عندنا، اذا شنو غنستنتجو؟ ان اي ال باراليل دونك ا C, G. Et G appartient à AC. Alors, IL parallèle à AC. Adawa, première question, la deuxième. Maintenant, calculer la longueur IL. Nfshi. Calculer la longueur IL. B. عندنا قلنا IL هي اللي كتربط لينا منتصفي مثلث، إذا IL غتساوي لنا 1/2 GC. 1/2 GC. إذا نقولوا IL إيكال 1/2 GC. جي سي هي ا سي سور 2. اذا نحسبو جي سي ايغال
assez sur 2. assez عندنا هي 6,2 sur 2 égale 3,1 cm. Je sais que c'est 3,1 cm. Et then EL donc EL égale 3,1 sur 2. EL égale 1,55 cm. هادي هي EL. هذا هو اكزارسيس 20. كنتمنى تكونوا فهمتوا ليكزارسيس. دائما تحاولوا تطبقوا القواعد اللي عندكم في الكتاب، ما غاديش ما تخرجوش عليهم، وعرفوا تطبقوهم وغيكون كل شيء بسيط بالنسبه لكم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم، وكنتمنى اللي لقى القناه ديالي صدفه او لا بارطاجوها مع شي حد عجباته يبارطاجيوها وشجعوني. كنشكركم بزاف، كنتمنى لكم النجاح والتوفيق في حياتكم. شكرا لكم.